نحل آغاز بکنند و انشاءالله تا پایان آیه 47 ادامه بدهند. على منصة المسابقات في هذه اللحظة من المملكة العربية السعودية القارئ المشارك حسن بن عبد الواحد الدحيلب سيتلو ما تيسر له من سورة النحل المباركة بدءا من الآية 43 وانتهاء بانتهاء 47، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.